في إطار برنامجه الثقافي الفني عيش الصيف لموسم 2019، الديوان الوطني للثقافة والإعلام ينظم سهرات فنية متنوعة بمشاركة فرق وفنانين جزائريين وأجانب بمسرح الهواء الطلق سيدي فرج الكازيف على الساعة 10 ليلا يوم الاثنين 5 أوت 2019. شاب أنور، حميد بلبش، نادية بارود. هذا البرنامج بمساهمة التلفزيون الجزائري، الإذاعة الوطنية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، والخطوط الجوية الجزائرية.